عم تسمع يا هلا فويس من شيكاغو. راديو يا هلا فويس يقدم الشيخ حسن علي حتى نلتقي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسه، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهج نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حتى نلتقي. نذكركم في بداية البرنامج أنه يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا على هاتف رقم 708-321-1313 extension 1، الرقم مرة أخرى 708-321-1313 extension 1 للسؤال ولتقديم الأطروحات أو التعليقات على موضوع الحلقة. كما يمكنكم المشاركة عبر الفيسبوك وموقعنا على الانترنت. إخواني وأخواتي، لازال الحديث موصولا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لازال الحديث موصولا عن هذه القيم العظيمة، القيم الإنسانية التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب وصدور العباد، ليردهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه خير البلاد والعباد. اليوم إخواني وأخواتي نتحدث عن خلق عظيم وقيمة رفيعة من قيم الإسلام الحنيف، ألا وهو موضوع الأعمال التطوعية في الإسلام، العمل التطوعي في الإسلام. للأسف يعني في معظم المجتمعات الإسلامية الآن لا تكاد تجد هذا المعنى ظاهرا جليا لأسباب كثيرة، يعني في أسباب اجتماعية، لأسباب ربما نفسية، ربما اقتصادية، وفي غالب الأحيان هي أسباب سياسية. لكن الإسلام حثنا على العمل التطوعي، العمل الذي لا ينتظر معه الإنسان أي مردود سواء قولي أو فعلي أو مادي، العمل الذي يصنعه الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل. وطبعا الإسلام أصلا يعني في مجال العبادة جعل يعني الباب مفتوحا على مصراعيه للأعمال التطوعية. فنحن مثلا نجد في الصلاة فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس، لكن هناك قبل هذه الصلوات وبعد هذه الصلوات السنن الرواتب التي هي تطوع، هي أعمال تطوعية، يعني الإنسان إذا صنعها يؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى، لكن إن لم يفعلها فلا شيء عليه ولا بأس. في موضوع الصيام أيضا، الله سبحانه وتعالى فرض صيام رمضان،
لكنه جعل يعني أعمالا تطوعية في صيام الاثنين والخميس، صيام الستة أيام من شوال، صيام عاشوراء، صيام عرفات. هذه الأيام أيضا هي أيام تطوعية جعلها الإسلام لمن أراد أن يعني يحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. في مسألة الزكاة جعل الإسلام أيضا الزكاة فرضا على الإنسان، لكن فتح الباب على مصراعيه للصدقات، فالإنسان يستطيع أن يتصدق في يومه وفي ليلته بما أراد، وأن يجعل من تركته بعد موته أيضا يعني في حدود الثلث، وصاية للفقراء والمساكين أو لمن أراد أن يفعل ذلك معهم. في مسألة الحج والعمرة أيضا جعل الله عز وجل الحج يعني فرضا في المرة الأولى، لكن لا بأس للإنسان أن يحج مرة أخرى، أو أن يحج عن أبيه الذي توفي، أو عن أمه التي ماتت ولم تستطع الحج، أو حتى عنهما إذا كان يعني في الحياة لكنهما لا يستطيعان الذهاب إلى الحج. إذن الإسلام جعل العمل التطوعي مفتوح على مصراعيه، وحث عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة. فمثلا نجد في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا يعني هذه آية سبحان الله واضحة جلية، إنه من أراد أن يتطوع خيرا فالله سبحانه وتعالى سوف يجزيه خيرا على هذا التطوع. في سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يعني أئمة يهدون بأمرنا، وبعدين ربنا يتحدث عن فعل الخيرات، والعمل التطوعي طبعا من أفضل أعمال الخير التي يؤجر الإنسان عليها. في سورة الحج يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. طبعا يعني الركوع والسجود اللي هو الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا في بلاغة يعني ذكر الجزء قبل الكل يعني بيان أهمية الصلاة والركوع والسجود، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير. ففعل الخير هنا فسره المفسرون على أنه الأعمال التطوعية التي يعني يؤجر عليها الإنسان من صدقة ومن صيام تطوع ومن صلاة تطوع إلى آخره. أيضا في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الاستباق في الخيرات والمسارعة في الخيرات كما في سورة المائدة: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. هذا هو التعاون والتسابق على فعل الخير، والتسابق على فعل الخير حقيقة يفهم منه العمل التطوعي، لأن الإنسان مثلا حينما يصلي يعني المسلم المفترض أنه يصلي الخمس صلوات، لكن الذي يعني يزيد عن هذه الصلوات أو يزيد عن صيام رمضان هذا من المسابقة والمسارعة في فعل الخير. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك أن أعمال الخير التطوعية من أفضل أعمال البر التي يؤجر الإنسان عليها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإنسان يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صراحة في هذه الآية الكريمة رب سبحانه وتعالى يبين المغزى من العمل التطوعي. الإنسان الذي يعني يصنع شيء يأخذ من وقته ومن ماله ومن مجهوده ومن علمه، ويضحي بوقته مع أسرته أو مع أهله أو مع يعني من يحب، ويعني يقصد يعني بكل أريحية أن يقدم شيئا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، لا ننتظر شكرا من أحد ولا ثناء من أحد، وإنما يرجو الثواب والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذه هي ثمرة العمل التطوعي، إنه الإنسان يصنع الشيء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إنه هذا الشيء ليس واجب على الإنسان فعله، هذا الشيء ليس واجبا على الإنسان فعله، وإنما يعني الإنسان يسعى إليه حابا محبا راغبا في فعل الخير وفي مساعدة الناس. ولذلك في صحيح البخاري يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هنا المعنى بقى يتجسد، إنه الإنسان الذي يساعد الناس والذي يسعى في حاجة الناس وفي خدمة الناس. إحنا يعني سبحان الله أحيانا كثيرة بنفهم موضوع الصدقات أو الزكاة خاصة بالمال فقط،
لا طبعا، يعني الزكاة هناك زكاة المال اللي هي احنا عارفينها، اللي هي 2.5% اذا حال عليها الحول بالنسبة للأموال وعروض التجارة، او اذا بالنسبة للزروع مثلا يعني 5% او 10% على حسب اذا كانت الأرض تروى يعني هذه الأمور. لكن الإنسان اذا كان عالما فهناك زكاة في هذا العلم، انه يعلم الناس، انه ينفع الناس بعلمه، انه يرشد الناس الى الخير بهذا العلم الذي اتاه الله سبحانه وتعالى. الانسان اذا اتاه الله وقتا، هذا الوقت فيه صدقه، فيه زكاه، لابد ان الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الوقت، فيجعل من وقته لخدمه اخوانه. الانسان اذا اتاه الله عز وجل مالا، وده بقى احنا بنتكلم عن مش بس يعني زكاه المال، وانما ايضا ما فاض عن حاجه الانسان، لانه يعني لا يعقل ان يكون انسانا يعني مسلما مؤمنا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أو حتى إذا كان يعني غير مسلم ولكنه يؤمن يعني بالبشرية وبالأخوة في هذه الحياة، إنه ينعم بالملايين في حين إنه إخوانه سبحان الله يعني لا يجدون يعني ما يأكلونه ويسدون به رمقهم في يومهم أو ليلتهم. يعني لا يعقل أبدا أن الإنسان يسرف في الإنفاق على أبنائه، ومن أبناء المسلمين وأولاد المسلمين من لا يجد كسرة الخبز التي يأكلها حتى يستطيع أنه يحيا يعني ويواصل الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث آخر صحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. العلماء هنا يقولون إنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء دائما يكون جزاء رب العالمين من جنس العمل. الإنسان اللي يفرج كربات الناس ربنا يفرج عنه كرباته في الدنيا وفي الآخرة، كما في الرواية الأخرى فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الإنسان اللي يطعم الفقراء على جوع، أو يداويهم على مرض، أو يكسوهم على عري، أو يفرج عنهم، أو يدخل السرور عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه وعن أولاده وعن أهله، ويدخل السرور عليهم في الدنيا وفي الآخرة. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. الإنسان ضعيف وبين لحظة وأخرى سبحان الله ينقلب الحال، فيصبح الفقير غنيا والغني فقيرا، ويصبح الرئيس مرؤوسا والمرؤوس رئيسا سبحان الله، ويصبح العزيز ذليلا والذليل عزيزا. يعني هكذا الدنيا، هكذا تقلب الحال. لكن الإنسان الذي يسعى لخدمة المسلمين ولخدمة غير المسلمين أيضا، لأن المسلم يحمل الخير للجميع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط يعني رحمة للمسلمين لما يعني شغل باله بدعوة غير المسلمين، ولما يعني زارهم في أمراضهم. احنا تحدثنا فيما قبل عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي كان في خدمته، زاره النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض. تحدثنا عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات يهودي في المدينة، وقال: نفس تفلتت مني. إذن هذه فلسفة المسلم، المسلم يحمل الخير للمسلم ولغير المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله عز وجل عنه لم يقل أنه رحمة للمسلمين ولا للمؤمنين، وإنما قال رحمة للعالمين. وحتى العالمين هنا يعني تسعى إلى أبعد الحدود. وإحنا تحدثنا فيما قبل عن كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأطفال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل النساء، كيف كان يعامل غير المسلمين، بل كيف كان يعامل أعداءه من غير المسلمين حتى في وقت العداوة وفي وقت الحرب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الحيوانات أعزكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة حتى للحيوانات والجمادات. شفنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الجمل الذي كان سبحان الله يحمله صاحبه ما لا يطيق، كيف النبي صلى الله عليه وسلم حن الجزع إلى فراقه صلى الله عليه وسلم فضمه إليه. إذن هذا المعنى، معنى تفريج الكروبات عن المسلمين وعن غير المسلمين، عن خدمة الناس عموما، عن يعني أن يكون الإنسان يفرغ نفسه ويجعل شيئا من وقته وشيئا من ماله وشيئا مما يملك من علم في حاجة إخوانه في البشرية ممن يحتاجون، وما أكثر من يحتاج في هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث الصحيح: من والله الله شيئا من أمور المسلمين
فاحتجب دون حاجتهم. احتجب الله دون حاجته، سبحان الله. أيضا الجزاء من جنس العمل، يعني الإنسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه وينعم عليه مثلا بمال أو بعلم أو بمنصب ويمتنع عن حاجة المسلمين ويحتجب، يحتجب يعني يجعل بينه وبينهم حجابا ساترا، يعني يغلق أبوابه في وجوه السائلين للخير، احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. يا الله، خلاص، زي ما أنت منعت عباد الله من يعني مساعدتك في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يعني يحتجب عنك يوم القيامة ويصير بينك وبين الله حجاب، وأنت في يوم القيامة مسكين وكلنا مساكين نحتاج إلى فضل الله عز وجل وكرم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يهدي إنسان أنه يكون في حوائج الناس، هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى. يعني لما تجد نفسك عندك وقت لمساعدة الناس أو عندك علم، تجد نفسك يعني تملك ما تقدمه للغير. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه؟ قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى. يعني وإنت بتعطي كده وتساعد، تذكر إنه هذا فضل من الله عز وجل أن جعلك معطاء ولم يجعلك أخاذا، إنه قد تكون أنت في يعني في مكان هذا الذي يأخذ منك ويمد يده، لكن جعلك الله عز وجل. طبعا هذا ليس يعني فضلا منك وليس علما منك وليس يعني لأنك أنت مثلا يعني إنسان عبقري زمانك وأوانك، وإنما هذا فضل من الله، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك فرعون قارون لما اغتر ونسى هذه الحقيقة ولبس زينته وخرج، وبعدين الناس قالوا له يا قارون يعني أعطي للفقراء، أنت عندك أموال كثيرة، يعني ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فقال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. لا، إزاي أديهم؟ يعني هم كسالة وغير متعلمين، أنا سهرت الليالي وحصلت على هذه الشهادة وكذا. يا أخي والله كم من أناس يعني أذكياء جدا، ويعني سبحان الله يعني أزكى ممن يحصلون على جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء، لكن لم تتح لهم فرصة العلم والتعلم. هو يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسر لك أن تعلمت وأن حصلت على هذه الشهادة، أو يعني أنه فتح عليك أبواب رزقه فصرت غنيا وصرت تسكن القصور، أنه هذا يعني فضل منك؟ لا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلني وإياك يعني من الآخرين الذين يطلبون ويتكففون الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن لما الإنسان ربنا يهديه إلى فعل الخير يشكر الله، فقال إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. يا الله، هذه النعمة التي تملكها لها حق عليك، فإذا يعني أديت حقها جعلك الله عز وجل يعني ممن يبارك فيهم، أما إذا يعني منعت حقها أخذها الله عز وجل منك وحولها إلى غيرك. يعني كم من مرة سمعنا عن يعني عائلات كبيرة كانت يعني أصحاب مناصب عالية وأموال وكذا، وفجأة سبحان الله يعني بعد السنين أو يعني حدث أنه انقلبت الرأس على العقب، وأصبحوا بدلا بعد أن كانوا يعني سادة أصبحوا يعني يعملون عند الناس ويتكففون الناس ويسألون الناس. إن لله عند أقوام نعمة، النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، نعمة العلم، نعمة الفهم، نعمة الدين، نعمة الدين. يعني غير المسلمين لهم عندنا حق إن احنا نبين لهم الدين وندعوهم إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني هذا فضل من الله. احنا لم نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين، وإنما شاءت إرادة الله إن احنا نكون مسلمين. طب هذا يعني ليس له ثمن؟ هذا له ثمن كبير. يعني ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى حتى نشكر نعمة الإسلام؟ احنا دائما بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها نعمة. طيب ماذا قدمنا؟ فالرسول يقول إن لله عند أقوام نعمة أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين. طالما إن هم بيعملوا في حوائج المسلمين ولا يمنعون أحدا أو يردون سائلا، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يقرها عندهم يبارك لهم فيها. ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. يعني إيه؟ يعني الإنسان بقى لا يمل من سؤال الناس أو من مساعدة الناس، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك في الليل وفي النهار. يعني هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه ما يجيش مثلا في شهر من الشهور ولا يصله مثلا راتبه الذي يتعود عليه اعتاد عليه من عمله،
لا هو كل سبحان الله شهر، كل 15 يوما، كل أسبوع يأتيه ويأتيه، بل ويزيده الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان ربنا يزيدك ولا يمل سبحانه وتعالى من إعطائك، لماذا تمل من إعطاء الناس ومساعدة الناس؟ يروى أنه في قصة كده أذكرها، أنه روي أنه في شخص سأل الله عز وجل أنه يكون غني يعني 10 سنين، وبعد ذلك خلاص يعني يأخذ منه الله عز وجل هذا المال يعني. فأعطاه الله عز وجل المال، فيعني جعل بيته مفتوحا لكل أحد، فتح أبواب بيته ولم يغلقها لأحد، وجعل يطعم الناس ويكسو الناس ويسير في حوائج الناس، ويستخدم هذه النعمة اللي هي في 10 سنين في خدمة الناس. ما قالش بقى والله لا ده 10 سنين فأنا يعني أستمتع بها وحدي ولا أعطيها لأحد، لا، وإنما ساعد الناس. فانقضت 10 سنين ولم تذهب النعمة عنه، يعني لم يصبح فقيرا مثلا، مع أنه كان يعني المفروض أنه هو النذر أن يكون 10 سنين بعد ذلك يصبح فقيرا. فيعني سأله نبي الله ربنا سبحانه وتعالى، قال يعني يا رب يعني مضت 10 سنين ولا زال هذا الرجل يعني غنيا لم تمنعه شيئا. قال لقد فتحت له بابا ففتح لعبادي أبوابه. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لكن هو كان كريما وفتح أبوابه للناس، ولذلك ليس هناك أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى. لما أنت تكون كريم مع عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يكون كريم وأكرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى معك ومع غيرك. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد يقول: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. يعني نفس المعنى، الإنسان اللي يتبرم من مساعدة الناس وينسى أنه يعني هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة تعرض للزوال. نعم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، الحديث عن العمل التطوعي في الإسلام حديث كبير وحديث شيق وحديث ممتع، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بيّن أن الإسلام ليس فقط صلاة وصيام وصدقة وخلاص يعني، لكن الإنسان لابد أن هو يسعى بنفسه، يسعى بنفسه وبجسده ويتحرك لخدمة الناس. ففي حديث الذي رواه أبو موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل مسلم لابد أن يتصدق. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ في ناس فقراء يعني، طبعا الناس أول ما بتذكر كلمة صدقة يعني بتفكر في المال. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ ما عندوش ما يتصدق به. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. اللي ما عندوش يشتغل، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ يعني لو الإنسان مش عارف يشتغل، سبحان الله، عمال يقدم في شركات ويعني أماكن اللي يعمل، فما فيش شغل، زي أحوال يعني كثير من يعني أهلنا وإخواننا في البلدان العربية. فقال: يعين ذا الحاجة الملهوف. طيب هو مش عارف يشتغل يعني معوش فلوس، طيب يستخدم بقى الصحة التي أعطاه الله عز وجل إياها. يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني واحد مثلا يريد أن يحمل شيئا يحمله له، واحد يريد مثلا يعني أن يعني يصنع شيئا يساعده في ذلك. هذا عمل يدوي يعني يستخدم صحته وجسده في ذلك. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يأمر بالمعروف. لأن الأمر بالمعروف إن الإنسان ينصح غيره، لو مثلا واحد ماشي في الطريق الخطأ تقول له: لا والله هذا الطريق طويل، حبذا لو اتخذت هذا الطريق، هذه صدقة. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. حتى يعني خلاص بقى لو ما فيش حاجة يتصدق بها يعني يكفي الناس شره فإنها له صدقة. نعم، إذن الصدقة لا تنتهي. حتى في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك، حتى الإنسان إذا لم يجد يعني ما يتصدق به يبتسم في وجه أخيه، لأنه هذه الابتسامة تدخل السرور والبهجة على يعني إخوانه من المسلمين أو من غير المسلمين، وبالتالي تنشرح أساريرهم ويعني تفرح قلوبهم، فينفع بذلك نفسه وينفع بذلك غيره من إخوانه الذين يعيشون معه. إن شاء الله نكمل حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد
محمد قلبي عليك صلى. أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى. يا هلا فويس، صوت يسمعك وتسمعه. Whoever builds a mosque for the sake of Allah as a sparrow's nest or even smaller, God will build for him a house in paradise. The project will be divided into two phases. The first phase will include construction of the mosque and gym, which will serve as a community center. The mosque's prayer hall will hold 597 worshipers. There is a space for the sisters to pray on the same level as our brothers, as well as the mezzanine level. The building will also include a library, reading and study rooms, a meeting room, funeral room, and visiting imam office. The first phase will also include construction of our community center. Our gym will include a multi-purpose basketball court and rooms for meetings and social activities. We'll also have a soup kitchen and free clinic to help those in need around the neighborhood. للمساعدة في بناء مسجد مكة الرجاء الدخول على mecca-center.com mecca-center.com وجزاكم الله الخير. I will earn my degree. I will persevere. I will be unstoppable. What will you do? Come to Moraine Valley Community College and we'll help you fill in the blank. Moraine Valley is located in Palos Hills, Illinois. Get hands-on training to prepare for today's hottest jobs or earn the first 2 years of your bachelor's degree. Convenient class times and affordable tuition let you reach your personal and professional goals on your schedule and within your budget. Register now at morainevalley.edu and so you can say, I will achieve my goals. I will achieve my goals. I will achieve my goals. مانكاريز كرايسلر جيب دوتش اند رام. أحسن شيء إنه عنده برنامج خاص للعرب والمسلمين بدون فوائد. آها، يعني 0% فوائد. هذا غير إنهم بيحكوا عربي وعندهم جميع أنواع السيارات جديد ومستعمل. مانكاريز في أوكلاند على استعداد إنهم يوفروا لك التقسيط حتى إذا أنت جاي من البلاد جديد ولسه ما عندك كريدت أو إذا في عندك مشاكل بالكريدت، هم بيعملوا كل جهدهم ليحلوها. هذا غير العروض الخاصة لمستمعين يا هلا فويس. إذا حبيت سيارة خذها لفي وجربها وبعطوك $25 كارد حتى لو ما بدك تشتريها. اسأل عن حمزة أو بلال في مانكاريز وما يهمك.
يهمك أي شيء. مانكاريز 4630 West 95th Street in Oakland, Illinois. 888-631-9187. الرقم مرة تانية 888-631-9187. Hi, I'm Frank Mancari. I will be at the dealership every day to guarantee you will pay what we pay and you will drive home today. Ashana Banquet, well known for their beautiful rooms, superior service, and great food. For all your special occasions, call Ashana Banquet. We will take care of your wedding, engagement, henna parties, bridal shower, baby shower, or corporate events. Reserve today at 630-964-7090. 630-964-7090. Ashana Banquets has easy parking and seats up to 900 guests comfortably. اتصل على Ashana Banquets واحجز لجميع مناسباتك. 1620 75th Street in Downers Grove, Illinois. Risha Printing is the best spot for all your printing needs. We specialize in graphic design, banners, channel letters, lighted box signs. Everything from business cards and wedding invitations to t-shirts and car wraps can all be found at Risha. We would like to announce our collaboration with Pristine Line Media Productions, who will provide audio and video services for all occasions, such as weddings, special events, and commercials. Visit our showroom in Bridgeview. Call us at 708-233-6688 to place an order or speak with a Pristine Line representative to learn more about our wedding video packages. For more information, visit trishaprinting.com and pristineline.com. يا هلا فويس، الصوت العربي الحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من صلى عليه إلى يوم الدين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا بعد هذا الفاصل. كنا نتحدث قبل الفاصل عن فضل العمل التطوعي في الإسلام وعن أهميته في القرآن وفي السنة، وكيف حث الإسلام في أكثر من موضع سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة على مساعدة الناس وعلى خدمة الناس وعلى يعني أن يكون الإنسان في عون الناس. في الحقيقة هنا في أمريكا طبقا لبعض الإحصاءات، يعني في إحدى السنوات كان هناك حوالي 94 مليون متطوع. قالوا إن هم قدموا أكثر من 20 بليون ساعة عمل، ما يعادل إنتاج 9 ملايين موظف، يعني فول تايم. طبعا هذا طبعا وفر على الحكومة الأمريكية وعلى القطاع الخاص أيضا يعني إجمالي أموال قدرها تقريبا 176 مليون دولار. ده كان خلال عام واحد تقريبا في عام 2010 أو في 2009. طبعا هذا الرقم بيتزايد. ربما نفتقد لهذا المعنى في بعض المجتمعات الإسلامية أو في بعض المجتمعات العربية، لكن هذا طبعا يعني ينافي تعاليم الإسلام وينافي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. في الحقيقة معنا اليوم في الاستوديو ضيف عزيز، فضيلة الدكتور مفضل حمادة. دكتور مفضل حمادة هو طبيب وأخصائي أمراض الدم والسرطان هنا في شيكاغو، والدكتور مفضل أيضا هو رئيس فرع سامز. سامز هو اختصار للجمعية الطبية السورية الأمريكية. في البداية نرحب بالدكتور مفضل، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك شيخ حسن، وأهلا وسهلا بجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، يعني احنا بنشكرك على الحضور. وفي الحقيقة أنا أخبرت الدكتور مفضل يعني ساعة واحدة تقريبا قبل إذاعة البرنامج، فلم يتأخر، يعني جزاه الله خيرا. وده طبعا برضو من العمل التطوعي الذي يعني نسأل الله عز وجل أن يجازيه عليه خيرا. في البداية دكتور مفضل، يعني تحدثنا في عجالة عن سامز، يعني الجمعية الطبية السورية الأمريكية. حضرتك رئيس فرع شيكاغو أو الميد ويست، ما هي الأنشطة التي تقومون بها في سامز؟ أول شيء تعريف عام بسامز، الجمعية الطبية السورية الأمريكية. الحقيقة هي تأسست بعام 1998،
الغاية منها هي الحقيقة كان التواصل مع أهلنا في سوريا وعقد مؤتمرات طبية في سوريا للتعليم ومساعدة الأطباء السوريين داخل أمريكا واللي اجوا حديثا إلى أمريكا ليجدوا مجال الاختصاص والعمل. عملنا تطور كبير منذ بدء الثورة السورية، لأنه الحاجة إلى المساعدات الطبية والإنسانية كانت حاجة كبيرة جدا جدا. فأطبائنا في أمريكا لبوا النداء واستطاعوا أنه يجمعوا حالهم ويرفعوا مستوى العمل تبعهم إلى مستوى عالي جدا. نعم. بشكل عام في حوالي 7,000 طبيب، تقريبا بين 5,000 و 7,000 طبيب سوري أمريكي في أمريكا. نعم. ونحن بنعرف أنه الأطباء السوريين هن من خيرة أبناء سوريا، خيرة أبناء البلد تبعنا، وهن من خيرة الحقيقة من خيرة الأطباء اللي موجودين هون في أمريكا، كلهم ذو مراكز طبية وعلمية عالية في المجتمع وفي مستشفياتهم اللي بيشتغلوا فيها. نعم، احنا طبعا يعني كل العرب في امريكا بيفخروا بالاطباء السوريين، يعني بيجدوهم في كل تقريبا في كل مكان، في كل مؤسسه طبيه او مستشفى، يعني لا تخلو من طبيب سوري. الحمد لله. الحمد لله. والحقيقه يعني اذا كان في مريض في المستشفى لابد أن يمر عليه طبيب سوري، إن كان من الجراح ولا طبيب داخلية ولا طبيب أطفال ولا طبيب أشعة ولا طبيب باثولوجي، كل يدخلون في جميع الاختصاصات. نعم. طيب دكتور مفضل، يعني كيف لبى الأطباء السوريون المقيمين في أمريكا نداء يعني الإغاثة والمساعدة لإخوانهم في سوريا، خصوصا بعد أحداث الثورة، يعني تقريبا في 4-5 سنوات الماضية، وإحنا عارفين أن الأطباء دائما خصوصا في أمريكا مشغولين جدا وما عندهمش تقريبا وقت يعني حتى للأسرة أو للأولاد يعني، فكيف كان يعني كيف كان رد الفعل للأطباء السوريين على هذه الـ والله الحمد لله أنا لي الشرف أن أقول أن الأطباء السوريين لبوا النداء بشرف ووطنية وإنسانية ليست لها مثال. نعم. سامز بالأصل هي منظمة إنسانية، ليست منظمة دينية ولا سياسية. نعم. الهدف منها هو إنقاذ أرواح الناس وإزالة الألم والمعاناة من الناس، من جميع الناس، مين من كان يكون الخلفية تبعهم ومهما كان دينهم ومهما كان اتجاههم السياسي. نعم. فالحقيقة سامز من حوالي 4 سنين كانت ميزانيتها كتير كتير بسيطة. السنة الماضية في عام 2014 ارتفعت الميزانية تبعها من حوالي $2 مليون إلى $14 مليون. ما شاء الله. ب 2015 تجاوزت الميزانية $25 مليون. ما شاء الله. أغلبها عبارة عن تبرعات من الأطباء السوريين وغيرهم من السوريين وغير المنظمات. نعم. بس سامز هلأ تعد الحقيقة هي واحدة من المنظمات الأساسية لإغاثة الشعب السوري داخل وخارج سوريا. نعم. السنة الماضية نقدر حوالي 1.6 مليون مواطن سوري استفادوا من إعانات سامز. سامز تعد واحدة مثل ما قلتنا من المنظمات الإغاثية التي تمد العون إلى السوريين داخل سوريا، وخاصة في المناطق المحررة والمناطق التي تأذت أكثر من غيرها. سامز الحقيقة بنت عدة مستشفيات ميدانية تشرف عليها وتعطي رواتب لطواقمها وتمدها بميزانية كاملة. عدة مستشفيات تابعة لسامز أو المستشفيات اللي دعمت من سامز
دمرت عدة مرات في الكامل، حتى أنه سامز اضطرت أنه تبني مستشفيات 4 طوابق تحت الأرض وفي كهوف. سبحان الله. ففي عنا دعم كبير جدا لإخواننا في المعسكرات واللاجئين. هل هناك تركيز على بعض الدول؟ يعني هل هناك بعض الدول بتقدم ترحيب أكثر بسامز وبالأنشطة اللي بتقدمها عن بعض الدول الأخرى اللي هي فيها اللاجئين السوريين؟ والله نحن أكبر دعم نلاقيه هو من الحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية كانت كتير كتير متعاملة مع سامز. سامز تعد عندها مثل ما بيقولوا credibility كبيرة مع الحكومة الأمريكية. حتى رئيس الخارجية كيري ذكر سامز في عدة مرات على أنها مثال للمنظمة الأمريكية التي تدعم المواطنين السوريين. وعلى والحقيقة نحن لنا علاقات قوية كتير مع الستيت ديبارتمنت، مع وزارة الخارجية، ومع وكثير من أعضائنا قدموا شهادات لمجلس الأمن. نعم. وقدموا شهادات للكونغرس عن الوضع في سوريا، وخصوصا بعد ما حدثت حادثة الأسلحة الكيميائية، استخدام الأسلحة الكيميائية، وأعطوا أدلة. نعم. على استخدام الأسلحة الكيميائية اللي كانت كتير كتير مهمة في مجلس الأمن وفي للكونغرس الأمريكي. نعم. بخصوص موضوع الشهادات، إنه بعض الأطباء من الذين ينتمون لسامز قدموا بعض الشهادات لمجلس الأمن ولبعض الأمم المتحدة وبعض الجهات المعنية بهذا الأمر، هل هناك يعني أنا أعرف إنه أنتوا بتنظموا يعني رحلات مهمات طبية إغاثية، وبيذهب أطباء من هنا من أمريكا ولإجراء بعض العمليات والجراحات هناك بأنفسهم يعني. صح. وأنا سمعت إن أنتوا لسه يعني قادمين من رحلة من لبنان، فيعني لو تكلمنا عن هذه الرحلة التي قضيتموها. طبعا، شكرا. الحقيقة أحد المهمات اللي بنقوم فيها سامز اللي هي مهمات طبية، والحقيقة في عنا عدة مهمات طبية خلال السنة. من حوالي شهرين أتت مهمة طبية إلى الأردن، حيث أنه 60 متطوع من بينهم أطباء وممرضين وسوشيال وركرز وأمريكان وسوريين وغير سوريين، حتى مسلمين وعرب شاركوا في هذه الرحلة. راحوا إلى مخيم الزعتري وقدموا فيها خدمات طبية هائلة. هذا العام الماضي في 2015. هذا الحكي كان من بجانيوري ب 2016. نعم. نحن بفبراير 14 طبيب من شيكاغو وممرضتين رحنا على مهمة طبية في لبنان. الحقيقة وضع اللاجئين السوريين في لبنان أسوأ بكثير من الأردن، لأنه لبنان الجو ومعاناة اللاجئين السوريين فيها عظيمة جدا. ما في عندهم دعم طبي أو إنساني، والحياة غالية جدا في لبنان. فالحمد لله قدرنا كان في عندنا مجموعة من الأطباء، منهم جراحين ومنهم أطباء اختصاصيين وأطباء أطفال، وكانت النتيجة أنه أجرينا حوالي 55 عمل طبي، عملية جراحية، بالإضافة إلى يعني حوالي 250 استشارة طبية. وقدرنا أنه نعمل كمان شغلة كتير مهمة أنه كتير طلبوها منها، هو أنه نعطيهم عبارة عن كورسات تعليمية، لأنه كثير من الأطباء اللي عم بيمارسوا في لبنان أجبروا على أنه يتركوا دراستهم بشكل مبكر، وبعض منهم عم بيعالج خارج اختصاصهم، فيحتاجون إلى دورات تدريبية لتحسين معلوماتهم الطبية، وهذا الشيء يعني طلبوه منا، وقدرنا أنه نقدم لهم دورة طبية للأطباء والممرضات الموجودين هناك خلال وجودنا هناك. ما شاء الله ما شاء الله. كان في أي الأماكن في لبنان تقريبا يعني المخيمات اللي انتو زرتوها؟ والله المخيمات في لبنان يعني مبعثرة في جميع أنحاء لبنان، في
في فنحن المهمة الأساسية تبعنا كانت في بيروت، بس نحن كنا نقسم أنفسنا لعدة مجموعات كل يوم، واقتصدت فعنا زيارة لمخيمات ومستوصفات خيرية في البقاع وفي طرابلس وفي منطقة سيدة. ما شاء الله. يعني وإحنا بنتكلم دكتور حمادة عن إنه أطباء يعني يتركوا أعمالهم ويتركوا أشغالهم ودوامهم هنا في أمريكا وأولادهم، ويتركوا وربما يعني بيضحوا بكل هذا وبالوقت اللي هو المفروض يعتبر الأجازة السنوية مثلا لهم، ويذهبوا يعني في العادي إن هم المفروض يذهبوا يعني لنزهة في يعني البحر المتوسط ولا في أحد الجزر الكاريبيان ولا كذا، لكن هؤلاء يعني اختاروا إن هم يذهبوا في إلى مخيمات اللاجئين في هذا الوقت العصيب ويعرضوا أنفسهم للخطر طبعا وللتعب، ويعني المناظر التي يرونها والأشياء التي يفعل. يعني كيف ترى هذا؟ يعني الناس المستمعين دلوقتي اللي سمعينا، يعني أليس هذا الأمر صعب شوية؟ يعني محتاج تضحية كبيرة من لا أبدا أبدا. الحقيقة أنا دائما بقول إنه ما تأخذه من هذه الرحلات والتطوعات أكثر بكثير مما تعطيه. الحقيقة الكسب المعنوي والروحي اللي أنت بتأخذه الحقيقة أكثر بكثير كثير مما تعطي. الحقيقة الأبطال الحقيقيين مو نحن اللي منروح منقضي أسبوع أو خمسة أيام وعشرة أيام هون هناك. الأبطال الحقيقيين هن الأطباء اللي عم بيواجهوا القصف اليومي وعم ينقذوا حياة الأبرياء كل يوم بيوم بالمئات، اللي عم ينشلوا الجثث والأطفال من تحت الأنقاض ويعرضوا حياتهم للخطر، واللي عم يعملوا عمليات جراحية وعم بيشوفوا المرضى تبعهم تحت القصف. هدول الأبطال، هدول اللي أنت بتروح هنيك مشان حتى تكسب منهم الروحانية وتستمد منهم الروح البطولة والتضحية. نحن يعني الحقيقة نحن كل ما رحت هنيك بتحس حالك أنك صغير قدام الناس اللي هناك. ما شاء الله. طيب دكتور، حضرتك سافرت أكثر من مرة في مهمات طبية لمخيمات اللاجئين في أكثر من مكان، لو تكلمنا عن بعض المشاهد اللي هي أقوى. طبعا هناك يعني طبعا كل الرحلة تقريبا زي ما حضرتك بتقول بتبقى مؤثرة وفيها من يعني العظات وبواعث يعني تشجيع الإنسان والروحانيات يعني ما لا يوصف، لكن إيه أكثر المشاهد اللي أنت لا تنساها ودائما يعني تتذكرها وتؤثر فيك حتى بعد ما رجوعك إلى أمريكا؟ والله روح التفاؤل وروح التضحية اللي بتشوفها من خلال الناس اللاجئين اللي عانوا وعطوا كل شيء من أجل الثورة تبعثك على التفاؤل. فمن من, من 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 جملة الأمور الأكثر شيء بتأثر فيني أنا هي رؤية الأطفال، خاصة الأطفال في الرفوجي كامب بالمعسكر. بتلاقي انه يعني ما عندهم لا ايباد ولا ايفونز ولا كمبيوترز ولا عندهم شيء، حتى كنادر برجليهم ما في، يعني بالبرد عم بيلعبوا خفين، بس في عندهم روح بالتفاؤل والسعادة والأمل في عيونهم. بتلاقيها مؤثرة جدا. بتلاقي الطفل الصغير بيدير باله على الطفل الكبير بيدير باله على الطفل الصغير. ذكروني بالألعاب اللي كنا نلعبها البسيطة اللي هي لعبة الحجرة بالأرض، وكيف إنه يمسكوا إيدين بعضهم ويعملوا ويغنوا سوا. هذا كان منظر مؤثر جدا جدا بالنسبة لي، وبعث فيني روح الأمل وال يعني التفاؤل. حط بقلبي بتفاؤل. يعني هدول هم الأبطال. يعني معظم الناس اللي هم حتى خارج المخيمات وخارج الأماكن القصف وكذا تقريبا بيفقدوا الأمل، فدول يعني يضربوا لنا المثل إنه هؤلاء يعني في ابتسامتهم يعني نتعلم الصمود ونتعلم التفاؤل والأمل. إن شاء الله في غد أفضل إن شاء الله لهم ولنا جميعا. يعني ما شاء الله.
والله يعني هذا يعني عمل طيب وعظيم طبعا ان الانسان مش بس يحاول ان هو يساعد بالمال ويتبرع, ولكن ايضا انه يذهب بنفسه. وطبعا ده فيه شيء, والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بنفسه احيانا, مش يقول ان هو والله هو الرئيس هو الرسول فيأمر الناس, لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر الصحابه بحفر الخندق كان يحمل التراب بنفسه صلى الله عليه وسلم, وكان يشاركهم في ذلك. فتقريبا يعني انه سبحان الله وكأن العمل الانسان الجسدي له تأثير اكبر واعظم من يعني الانفاق المادي. وحضرتك ذكرت انه في كل مره تذهب وتقابل هؤلاء سواء الاطفال او الكبار او الاطباء الموجودين الذين يعملون تحت القصف, هذا بيؤثر فيك تاثيرا كبيرا. طيب دكتور حماده, يعني الاخوان المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي, من يريد ان يساعد او يسهم في مساعده سامز يعمل ايه؟ والله سامز مثل ما قلنا منظمة إنسانية, معظم البجت تبعها تذهب لمساعدة المرضى والجرحى السوريين. بيسكي هي يعني رعاية صحية. سامز الحقيقة 4% فقط من المصاري اللي بتجينا هي بتروح للأوفرهيد. مصاريف 96% من الأموال التي تأتي هي تأتي بتروح لحتى للناس والعالم. معظم القائمين عليها أو معظمهم هن المتطوعين ويعملون ليلا نهارا الحمد لله. فإذا بحب أني حدا بحب يتبرع على سامز ممكن يتبرع أنه يروح على سامز.com وعن طريق الويب سايت تبعنا أو الفيسبوك أنه يقدر يتبرع من خلالها. يعني إذا في كادر حدا من الأطباء أو أي له علاقة بالطب أو له أو حدا ممكن عنده ممكن شيء يقدمه للاجئين, في عنا كتير من الرحلات التطوعية اللي عم نروح فيها الميشنز. المهمة الجاية أو المشن الجاية رح تكون بأبريل, ولحد الآن في عنا 80 متطوع ما شاء الله رايحة على الزعتري بالأردن. نعم ما شاء الله. يعني في أبريل في مهمة طبية لإخواننا اللاجئين في مخيمات الزعتري في الأردن إن شاء الله ذاهبة تحت يعني إشراف سامز. فاحنا بنذكر إخواننا أنه سامز هي اختصار لسيريان أمريكان ميديكال سوسايتي, وممكن تزوروا الويب سايت وسامز sams-usa.net للتبرع يعني إرسال بعض الرسائل أو يعني الاستفسارات عن كيفية التعامل. طبعا كل الإخوة العاملين في المجال الطبي سواء طبعا سوريين أو غير سوريين, هذا نداء عام ونداء عاجل, نداء إنساني. كل الإخوة العاملين في المجال الطبي سواء أطباء أو يعني صيادلة أو يعني ممرضين أو ممرضات, ويريدون المشاركة في هذا العمل الإغاثي الإنساني العظيم النبيل, وأن يمروا بهذه التجربة يعني العظيمة في مساعدة الإخواننا وأخواتنا اللاجئين السوريين. طبعا يمكنهم أن يتصلوا بنا أو يتصلوا بسامز أو يراسلوهم أو أيضا يزوروا يعني صفحتهم على الفيسبوك. في نهاية اللقاء يعني لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور مفضل حمادة رئيس فرع سامز ميدويست الجمعية الطبية السورية الأمريكية, وأيضا نشكر جميع الأطباء السوريين وغير السوريين المشاركين في سامز في كل المهمات الطبية أو ممن يتبرعوا ويمدوهم بالمال. ونتقدم أيضا بالشكر والتقدير لكل من يساعد سواء في الحكومة الأمريكية أو في أي حكومة يعني عربية وغير عربية لمساعدة إخواننا اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم ويعني الحد من مصائبهم. نسأل الله عز وجل يعني أن يرفع عنهم وأن يردهم إلى ديارهم منصورين, وأن يداوي جرحاهم وأن يشافي مرضاهم وأن يجاوز
يجازي كل من يساعدهم خير الجزاء، إنه ولي ذلك ومولاه. شكرا دكتور مفضل. شكرا شيخ حسن، شكرا على إعطائي الفرصة على أني أحكي أشرح عن سامز وأحكي حكاية الكارثة السورية. ونشكر كل من ساعد سامز وبساعده أو ساعد السوريين بأي طريقة من الطرق. جزاكم الله خير، شكرا لكم. وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، في نهاية الحلقة نشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من حتى نلتقي. لكم مني حسن علي أطيب الأمنيات، ومن الهندسة الإذاعية خالد خلفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي علي يا ربي، صلي علي يا ربي، صلي علي صلوات الله علي. الله الله يا رسول الله، يا رسول الله، الله الله. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله. خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهدى حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلوات الله. نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته. علي صوتك مع صوت يا هلا.